أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قال المجلس النرويجي للاجئين إن عدد النازحين من الحرب في اليمن بلغ أكثر من 4 ملايين شخص ويعيشون في مبانٍ عامة أو مخيمات مؤقتة تفتقر لأبسط المقومات الأساسية للحياة، مؤكدا في تقرير حديث إن أكثر من 2 مليون شخص في اليمن سيدخلون مرحلة الجوع عام 2017 في حال استمرار الحرب. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقش الأزمة الإنسانية في البلد وضعف الاستجابة الدولية لمعالجتها. تتصاعد التحذيرات الصادرة عن منظمات دولية حول الأزمة الإنسانية في البلد جراء الحرب، فبالإضافة إلى تقرير مجلس اللاجئين النرويجي قالت منظمة اليونيسف إن أكثر من 2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد وبحاجة إلى عناية عاجلة، وإن طفلا واحدا على الأقل في اليمن يموت كل 10 دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها. مقابل كل هذه التحذيرات تبدو الاستجابة الدولية في مواجهة هذه الأزمة ضعيفة وغير متناسبة مع حجم الأزمة التي تتفاقم كل يوم في ظل غياب مؤشرات انتهاء الحرب أو التوصل إلى حل. نبدأ النقاش ولكن بعد هذا التقرير، نذهب للمتابعة. مرة أخرى تؤكد التقارير الدولية أن الأزمة الإنسانية في اليمن ذاهبة باتجاه أكثر كارثية، فيما تبدو استجابة المجتمع الدولي أقل من المفترض. المجلس النرويجي للاجئين يؤكد في آخر تقاريره ارتفاع أعداد النازحين في اليمن إلى 4,500,000 شخص جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 2 عامين، وقال بيان للمجلس إن أكثر من 4 ملايين يمني بحاجة حاليا إلى مأوى، موضحا أن العديد من النازحين يعيشون في مبان عامة أو مخيمات مؤقتة، العديد منها محروم من الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن أكثر من 2 مليون شخص في اليمن سيدخلون مرحلة الجوع عام 2017 في حال استمرار الحرب. منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة يونسيف بدورها قالت إن أكثر من 1 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد وبحاجة إلى عناية عاجلة، وإن طفلا واحدا على الأقل في اليمن يموت كل 10 دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها. في هذا الإطار السوداوي الذي ترسمه التقارير الدولية تبدو صورة البلد أوضح بعد 2 عامين من الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع، وهي تخطو كل لحظة خطوة باتجاه كارثة إنسانية كبرى، فيما تبدو استجابة المجتمع الدولي أقل بكثير مما يفترض أن تكون عليه إزاء أزمة إنسانية كهذا تتفاقم على مرأى ومسمع منه دون أن يكون تحركه كافيا لإنقاذ آلاف المدنيين العالقين بين القذائف. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة من صنعاء مع المتحدث باسم اليونيسف الأستاذ محمد الأسعدي. مرحبا بك سيد محمد. مرحبا بك وبالضيوف وبالجمهور الكريم. أهلا بك سيد محمد، بحسب ما لديكم من معلومات حديثة عن وضع الأطفال في اليمن، كيف هي الصورة التي تبدو عليها الأزمة الإنسانية في البلد في هذه اللحظة؟ صورة قاتمة ومؤلمة وموجعة للغاية. نعم. أكثر من 9,900,000 طفل، يعني 10 مليون نستطيع القول، يعانون. نعم. بحاجة لمساعدة إنسانية ويعانون من أوضاع صعبة للغاية. هناك ما يزيد عن 1,200,000 طفل يعانون من سوء التغذية العام، وهذه أرقام تصل إلى الضعف مرتين، يعني بزيادة 200% على ما كان عليه الوضع في عام 2014. نعم. هناك ما يزيد عن 460,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم. الطفل المصاب بسوء التغذية الحاد والوخيم عرضة للموت 10 مرات إلى 11 مرة مقارنة بالطفل السوي. استطعنا. نعم. في منظمة اليونيسف على سبيل المثال في عام 2016 أن نقدم العلاج لأكثر من 215,000 طفل مصابين بسوء التغذية الحاد. الوضع والصورة مأساوية وقاتمة. المشكلة كانت مزمنة قبل هذه الحرب، ولكن هذه الحرب وهذا الوضع زاد من الأمن سوء، خصوصا مع استمرار الصراع ومع تعثر الوصول لمناطق كثيرة في البلاد، أيضا مع شحة التمويل للخطط الاستجابة الإنسانية من قبل المانحين الدوليين، وبالتالي هذا يضاعف من حدة الأزمة الإنسانية القائمة في البلد. هل وصل الأمر إلى قمة الخطر؟ إذا كان يموت في كل 10 دقائق طفل فماذا تسمي هذا؟ أليس هذا خطر؟ أن يموت طفل واحد خطر كثير، وهذه أرقام
ليست ارقام جزافيه، هؤلاء بشر، هؤلاء جيل قادم مهدد بالتقزم والهزال ويهدد بالبنيه الذهنيه والبنيه البدنيه، بمعنى اننا سنكون اذا نجا هذا الجيل من الموت سيكون امامنا جيل هزيل وجيل متقزم وايضا لا يصل الى قدراته وامكاناته الكامله من حيث النمو الذهني والنمو البدني، وهذا يضر بالاقتصاد ويضر بالتنميه ويضر بالاستقرار ويضر حتى بالمستقبل. كنا نتحدث عن اكثر من 2 مليون طفل خارج نطار التعليم، واذا استمر الصراع سيزيد العدد، وبالتالي جيل يهدد ايضا بالتجهيل، وهذا يهدد مستقبل امه باكمله. نحن نقول انه حان الوقت، بل تاخر الوقت كثيرا لاحلال السلام في اليمن، ولا بد على المجتمع الدولي والدول القادره على الضغط على اطراف الصراع في اليمن ان تعمل على بكل ما امكن من قوه بحيث توقف هذا التدهور المتسارع نحو الهاويه. نعم. وانقاذ ما يمكن انقاذه. نعم سيد محمد، هل يحدث هذا في كل المناطق ام ان هناك مناطق محدده تعاني اكثر من غيرها من هذا الوضع؟ دعيني اقول ان هناك محافظه صعده وحجه والحديده ولحج، هذه المحافظات الخمس تعتبر من اكثر المحافظات حده في معدلات سوء التغذيه، مؤشرات سوء التغذيه فيها مرتفعه للغايه، تفوق معدلات الطوارئ في العالم بالضعف. في صعدة على سبيل المثال، وهذه أزمة مزمنة مرتبطة بسوء التغذية المزمن، الأطفال هم يعانوا من القزامة في أعلى مستويات، ربما المستوى الأعلى في العالم، بين كل 10 أطفال 8 أطفال يعانون من القزامة، بمعنى أن الطفل في سن معين أقل طولا من الطول الطبيعي في هذا السن، وهذه مشكلة بالتكوين البدني، مشكلة بالتكوين الذهني، مشكلة بقدرة هذا الجيل على العطاء في المستقبل. نعم سيد محمد، لماذا هذه المناطق؟ هل هناك أسباب محددة؟ وبخصوص نعم. بالنسبة لصعدة، نعم. هل تستطيعون أنتم الوصول إلى صعدة وتقديم يد العون هناك؟ بالتأكيد نستطيع الوصول إلى صعدة، ولكن ليست بسهولة، هناك هناك مشاكل مرتبطة بالإجراءات، إجراءات الوصول والتنسيق على الأرض، وأيضا مشاكل القصف الجوي أيضا تعيق كثير من حركة المواطنين. أحيانا المواطنين أنفسهم لا يستطيعون التحرك من قراهم أو من بيوتهم إلى المرافق الصحية أو لمناطق توزيع المساعدات للاستفادة من هذه المساعدات، خوفا على أرواحهم وخوفا أن يغادروا ويعودوا ولا يجدوا أسرهم. وضع صعب، بيئة الحرب بيئة غير صحية، بيئة غير سليمة، بيئة تجعل من الأشخاص يعيشون في حالة نفور دائم، ويضعون أولويات، يضع مثلا عند الطفل المريض مقابل الطفل السليم، فيقدم الغذاء على الدواء، فيقدم الغذاء للأطفال أو لأفراد الأسرة الأصحاء، وتكون المريض حتى إما يموت أو يتمثل الشفاء أو يأتي من يعالجه. هناك صعوبات أيضا، شحة التمويل، عدم قدرتنا على الوصول إلى كل المناطق، عدم مهما كانت لدينا من إمكانات ومهما كانت لدينا من نوايا حسنة، لا نستطيع أن نغطي كل هذا الحجم الهائل من الاحتياج. نعم سيد محمد، في ظل الحديث عن نقص حاد في الغذاء والمساعدات، أي في جانب آخر يتم الحديث عن تكدس للغذاء والمساعدات في مخازن بعض الأطراف، أنتم كيف تتعاملون مع هذا الوضع؟ لسنا معنيين عن توزيع الغذاء السلال الغذائية، نحن في اليونيسف نقدم التغذية العلاجية، ونقدم التغذية العلاجية عن طريق المرافق الصحية وعن طريق أشخاص مدربين وبالتنسيق مع وزارة الصحة ومكاتب الصحة بمختلف المحافظات والمديريات من أقصى اليمن إلى أقصاه، فلا نعمل على، لسنا معنيين بمسألة توزيع الغذاء اللي هي المواد الغذائية والقمح وغيرها من المستلزمات. نعم، إذا سيد محمد الأسعدي المتحدث باسم اليونيسف كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل إلى القاهرة والمتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي ريم ندى. سيدة ريم ندى، مرحبا بك. مرحبا. في كل فترة تطلعنا المنظمات الدولية بتقارير عن بلوغ الأزمة الإنسانية في اليمن أعلى مستوياتها وتصفها بالكارثية، غير أن الجهود على الأرض تبقى دون المستوى المطلوب. أنتم في برنامج الغذاء العالمي كيف تتعاملون مع الأزمة في اليمن، وما سبب هذا عدم أن الاستجابة ليست بالمستوى المطلوب لحجم الكارثة؟ وأنا لا أتفق معك
الإجابة ليست بالمستوى المطلوب. نعم الوضع في اليمن كارثي، ولكن برنامج الأرضية العالمي، وأنا أثق تماما يعني كذلك بقية المنظمات الإغاثة الإنسانية، تعمل على مساعدة كل الأشخاص الذين هم في حاجة إلى مساعدات عاجلة. برنامج الأرضية العالمي يوفر مساعدات غذائية لستة ملايين شخص عن طريق التوزيع الغذائي، وكذلك مليون شخص عن طريق القسائم الغذائية في عدة مناطق حول اليمن. فنحن نصل إلى 19 محافظة في اليمن، ونصل إلى أيضا بالإضافة إلى ذلك 700 ألف طفل وامرأة يعانون من سوء التغذية المتوسط الذي يمكن علاجه. فنحن يعني نحاول أن نقيهم ونحميهم من الوقوع في براثن سوء التغذية الحاد الذي هو ليس له علاج، يعني يتحول إلى مرض مزمن يلازم الطفل ويلازم الأم مدى حياتهم. إذن ما الحل؟ الحل هو استجابة كل الدول المانحة لتوفير الأموال اللازمة لمساعدة كل الأشخاص في اليمن. برنامج الأغذية العالمي للأسف لأن هناك نقص كبير في التمويل يحتاج إلى أكثر من 250 مليون دولار أمريكي حتى نهاية شهر إبريل في العام المقبل حتى يتمكن من مساعدة هؤلاء 7 ملايين. أيضا الحل هو أن تتكاتف كل الأطراف على في كل الأطراف على أرض الواقع لمساعدة منظمات الأغذية، لمساعدة المنظمات الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي في الوصول إلى الأشخاص الذين نستهدف مساعدتهم. فبرنامج الأغذية العالمي لديه آلاف الشاحنات، أكثر من 2000 شاحنة تجوب اليمن كل يعني شهريا، كل شهر هناك أكثر من 2000 شاحنة. نعم. طبعا هذا يعني تحدي لوجستي كبير، لكن نحن نستطيع تخطي هذه التحديات بمساعدة الأشخاص الفاعلين على الأرض، بمساعدة الجهات المسؤولة في اليمن لمساعدتنا على تحقيق هذه المهمة الصعبة. سيدة ريم، بالحديث عن الشحنات الإغاثية، قبل فترة كان هناك حديث أن الميليشيا تقوم باحتجاز بعض شحنات الإغاثة التابعة لبعض المنظمات، وربما كانت منظمتكم إحدى هذه الشحنات، وأنها ممنوعة من دخول بعض المناطق خاصة تعز. كيف تعاملتم مع هذا الأمر؟ هل يسمح لكم بدخول المناطق التي تدور فيها المواجهات؟ نعم، كانت هناك أزمة بالنسبة إلى قافلة من الشاحنات الغذائية المتجهة إلى مدينة تعز قبل شهر، ولكن تم التعامل مع هذه الأزمة بمساعدة السلطات المحلية التي تعاونت كثيرا في السماح للشاحنات. نعم. بعد فترة يعني هي طويلة حوالي 4 أسابيع، ولكن تم السماح لهم في النهاية بالوصول بالتقدم إلى المناطق التي كانوا يستهدفون الوصول إليها، وتوصيل الغذاء. وقام شريكنا المحلي بتوزيع هذه الأغذية، ولكن طبعا كما ذكرت في إجابتي السابقة أن البرنامج كما حال كل المنظمات الإنسانية يحتاج إلى الدعم من كل العاملين على الأرض لننحي خلافاتنا، لننحي السياسة جانبا، ونفكر في الأشخاص الذين ليس لهم ذنب ولكن كل ما اقترفوه هم وجودهم في هذا المكان في وقت صعب. نعم. إذن سيدة ريم ندى، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. والآن تنضم إلينا من القاهرة أيضا الباحثة والكاتبة السياسية ميساء شجاع الدين. مرحبا بك سيدة ميساء. أهلا فيك سيدة ميساء. أنت علقت عن الأمر في صفحتك في منشور عبر الفيسبوك، وصفت الوضع بالمفزع، وأنه من الصعب إلقاء اللوم في هذا كله على حصار ومراقبة منافذ اليمن. إذن برأيك ما هي الأسباب الحقيقية؟ هي أسباب مختلفة، وطبعا الحصار بيلعب دور، لأنه الحصار أضعف من الحركة التجارية للاستيراد والتصدير، فبالتالي في
رجال أعمال كان بيشتغل معهم موظفين تم تسريحهم. هذه نقطة. النقطة الثانية برضو القصف كثف مصانع، المصانع تم تسريحها العمال، ففي ناس فقدت مصادر رزقها بسبب الحرب. قطاع البناء يعني القطاع البناء شبه توقف، إنه الحرب أدت إلى فقدان الناس إنهم فقدوا مصادر رزقهم. ساحل زي ساحل تهامة في الحديدة مثلا صار كله ألغام لأن الحوثيين متخوفين من فكرة الإنزال البحري. نعم. فلغموا الساحل، صار الصيادين قادرين مثلا على الصيد، ففي انقطاع لمصادر رزق الناس، يعني ضرب المصانع، تلغيم الساحل، إضافة إلى مثلا الأعمال الحربية مثل حصار تعز، القصف الكثيف على صعدة. صعدة أيضا بتعاني من خصوصية، يعني هي فيها أعلى نسبة تجزم في العالم، تقريبا هي أعلى نسبة تجزم في التاريخ، يمكن 8 من 10 بين الأطفال. وإلى ما دا يشير ذلك؟ صعدة لها 10 سنين في حالة حرب. وطبعا الحوثي يعني مثلا أعتقد أتوقع أن إدارتها برضو فيها نفس اللامبالاة تجاه المجتمع مثل ما بيحصل في صنعاء، وأعتقد أنها على أشد داخل صعدة. لكن تتخيلي جماعة بتمنع دخول لقاحات، فلنا نتخيل حجم المعاناة اللي بيعانوها الناس. طبعا القصف السعودي على صعدة كان كثيف بشكل غير عادي، أدى أكيد أن الناس فقدت مصادر رزقها، فقدوا عوائلهم، حالة شتات أكيد المدينة بتعيشها بحالة القصف العنيفة. مثلا في حروب الصعدة الستة، وتصور أنه هذا في هذه الحرب كانت مثلا الحرب بتستهدف أحيانا مزارع لناس وأشياء من هذا القبيل، فالناس بتفقد أعمالها. نعم سيدة ميساء، أيضا تحدثت عن الوضع في المناطق المحررة وأنه لا يختلف كثيرا. هو أحسن نسبيا، يعني حسب التقرير هي 5 محافظات من بينها واحدة اللي هي لحجة، المحافظة الوحيدة الجنوبية. لكن خلينا نكون بس دقيقين في هذه المسألة. لحجة التقسيم الإداري المعتمد يو أن في الأمم المتحدة هو التقسيم الإداري لدولة الوحدة اللي جزء منها شمالي، بينما التحالف عندما حرر الجنوب هو التزم بالحدود الشطرية، فبالتالي هو التزم، يعني التحالف هو الآن الحكومة الشرعية بتتحكم بالجزء اللي من لحج اللي هو أصلا جزء الجنوبي وليس كل لحج. فهنا في تفاوت بسيط في المسألة. نعم. لكن لحج كانت هي الأكثر معاناة من بين المحافظات الجنوبية حتى أثناء وجود الحوثيين في الجنوب، حتى أثناء اجتياحهم للجنوب أثناء الحرب في الجنوب. نعم. كانت هي الأكثر معاناة. نعم. إذا سيدة، طبعا في تقصير من الحكومة، يعني هذا آخر شيء أحب أقوله، لأنه في تقصير شديد من الحكومة. طبعا هذا واضح من الخدمات، من أنه عجلة الحياة الطبيعية. نعم. ما استعدتش في الجنوب بشكل سريع، والتطور في الجنوب إذا حصل تحسن بيحصل تحسن بشكل بطيء جدا في وقت كان ممكن يكون أفضل من كده بكثير. نعم وصلت الفكرة. إذن ابقي معنا سيدة ميساء، واسمحي لي لأن أشرك معنا في الحديث من عدن معالي وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة السيد عبد الرقيب فتح. مرحبا بك معالي الوزير. أهلا وسهلا معالي الوزير. التقارير تتحدث عن وصول عدد النازحين إلى قرابة 4.5 مليون نازح في اليمن. أنتم في اللجنة العليا للإغاثة، ما هي جهودكم في هذا الملف؟ شكرا جزيلا. ما دامت هناك حرب ممنهجة وقاتل ممنهج مارس المخلوع على عبد الله صالح والحوثيين على أكبر العديد من المحافظات في الجمهورية، ستستمر حالة النزوح من المؤكد. محافظة مثل تعز كان يسكنها أو عدد سكانها 4,200,000 نسمة، تتعرض اليوم، كانت الحرب محصورة داخل المدينة، ولكن الآن تم نقل الحرب إلى الأرياف. فمن المؤكد أن عملية النزوح ستستمر، وسيتم مطاردة السكان الأصليين، السكان المدن، من قبل المخلوع عبد الله صالح وحلفاء الحوثيين. هذه الإشكالية تسبب بالنسبة لنا قلقا كبيرا، الى جانب نحن من خلال قوى التحالف وايضا شركائنا في المنظمات المتحده عدينا برنامج متكامل لمواجهه مثل هذه الحالات. لكن المشكله الرئيسيه ان الحاله كل يوم تزداد والحاله كل يوم تسوء. نحن بحاجه الى مراكز ايواء متعدده والى ايضا اماكن امنه بحيث نقيم فيها مثل هذه المراكز. المشكله الرئيسيه أن المخلوع عن عبد الله صالح وحلفائه لا يتركوا الريف
بحيث بعيدا عن الصراع. هذه واحده من الاشكاليات الرئيسيه التي تعيق. نعم سيادة الوزير، إذن سيتم معالجة هذه المشاكل واستيعاب الوضع. نحن نواجه حرب منهجة أخت العزيزة، ليست القضية هي حرب محدودة في مواقع الجبهات، هناك حرب متنقلة ينقلها المخلوع العبد الله صالح من منطقة إلى منطقة، هذه تجعل منظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية المختلفة في حالة حيرة، لا نستطيع اليوم أن نحدد مراكز إيواء في محافظة مثل محافظة تعز أو محافظة مثل محافظة الجوف أو مارب. نعم. الإشكالية الرئيسية لا توجد التزام بأخلاقيات حتى الحرب المتبعة عالميا بحيث تكون الحرب في الجبهات ويتجنب وتتجنب أماكن تكدس المدنيين وأماكن وجود الأطفال والعائلات. نعم. نحن نواجه إشكالية رئيسية من تمول هذا الإجرام بالمخلوع عبد الله صالح وحلفاء الحوثيين القتل الممنهج اليوم داخل محافظة مثل محافظة تعز، التكرار المستمر لإرسال الصواريخ الباليستية على مارب والجوف، هذه إشكالية تجعل النازحين نعم. معالي الوزير، هنالك من يتحدث أيضا عن عجز وتقصير في الأداء الحكومي في معالجة هذه المشاكل حتى في المناطق التي تخضع لسيطرتكم. معالي الوزير، من المؤكد أن هناك تقصير، نحن لا نقول أن نحن في حالة كمال. المأساة اليوم في اليمن أخت العزيزة 21 مليون بحاجة إلى إغاثة، ما بالك في حالة وجود الحرب. نحن لا ندعي، نحن فعلا نقول بأننا نبذل جهد، لكن هو جهد المقل نتيجة لضخامة المأساة ونتيجة لاستمرار الحرب ونتيجة للقتل الممنهج الذي يبتعد حتى على معايير الحروب المتبعة عالميا وإنسانيا. اليوم هناك إعاقة لإيصال المساعدات إلى المحافظات، هناك احتجاز للقوافل الإغاثية التي نعمل على إرسالها من خلال برنامج الغذاء العالمي أو منظمات الأمم المتحدة. الإشكالية الرئيسية في اليمن أخت العزيزة أن هناك طرف يمارس قتلا ممنهجا ولا يلتزم بالمعايير الإنسانية، فلذلك التقصير وارد نتيجة لحجم المأساة ونتيجة أيضا لعدم الالتزام بالمعايير الإنسانية وتجنيب المدنيين بحيث نستطيع أن نوصل خدمات. هناك نعم. تحدي كبير في المحافظات المحررة ناتج أولا عن قلة الموارد وناتج أيضا أن هذه المحررات لا زال فيها خلايا نائمة للمخلوع علي عبد الله صالح خلفاء الحوثيين. نعم معالي الوزير، بخصوص عرقلة وصول المساعدات والإغاثة إلى المواطنين، أنتم في الحكومة الشرعية كيف تعاملتم مع هذا الأمر؟ هل هناك جهود تبذلونها لحل هذه الإشكالية والتواصل مع المنظمات الدولية والأطراف الدولية لحل مشكلة إعاقة وصول المساعدات والإغاثة إلى الناس؟ أنفدين الجهة التي تعرقل وصول المساعدات وفقا لاتفاقيات جنيف الرابعة التي تلزم الجميع بعدم جعل المدنيين أوراق سياسية خاضعة للصراع أثناء الحرب. لذلك نادينا برنامج الغذاء العالمي لأن يحدد أولا الجهة التي تعيق وصول المساعدات، بالإضافة عملنا على الإفراج على عدد من القوافل الإغاثية بالذات التي تتجه إلى محافظة تعز، لكن هناك صعوبة كبيرة جدا. المخلوع عبد الله صالح وحلفاء الحوثيين يريدوا ايصال المساعدات الى المديريات التي تقع تحت سيطرتهم، لكنهم يمنعونها على مديريه مثل مديريه جبل حبشي مثلا. نحن نبذل كل الجهود مع شركائنا في منظمات الامم المتحده في برنامج الغذاء العالمي، لكن اقول من خلال قناه بلقيس هناك صعوبات كبيره جدا لعدم الالتزام من قبل ميليشيات المسلحه المخلوع على عبد الله صالح وحلفاء نعم. الحوثيين شكرا بالمعايير الدوليه اثناء الصراعات. نعم اذا معالي وزير الاداره المحليه ورئيس اللجنه العليا للاغاثه السيد عبد الرقيب فتح، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. اذا بالعوده اليك سيده ميساء شجاع الدين. سيده ميساء، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن نقص حاد في الغذاء، في المقابل يجري الحديث أيضا عن تكدس بعض هذه المساعدات في مخازن بعض الأطراف، إذن هنالك عمل من قبل الأطراف التي تحاول إيصال هذه المساعدات إلى الناس. المنظمات الإنسانية ليس لديها آلية واضحة ومحددة لتوزيع هذه المساعدات، ألا يمكن إيجاد جهة مستقلة تضمن وصول المساعدات للمحتاجين؟ بس في حابة نقطة قبل ما أجاوب على سؤالك.
الوزير سيادة الوزير هو طبعا كان كلامه بيجسد مشكلة اليمن، هو تحميل كل طرف المسؤولية على أطراف أخرى. نعم. الحوثيين هي المشكلة في الحصار والضرب، الحكومة المشكلة في الحوثيين وصالح. طب أنت إيش عملت لمناطقك؟ طب الحوثيين وصالح، اليمن مش أكثر دولة قصفت أو حوصرت في هذا العالم، يعني بالتأكيد إحنا لم نقصف أكثر من ألمانيا مثلا في الحرب العالمية الثانية، لم نقصف أكثر من العراق سنة 91 مثلا، لم نحاصر أكثر منهم، لكن برغم من كذا كان الأوضاع الإنسانية أقل سوء من اليمن، لأنه كان في مؤسسات دولة شغالة تركوها تعمل. يعني الحوثيين لم يتركوا مؤسسات الدولة تعمل، ولم يقومهم ببدائل، لم يقدموا بدائل، غير أنهم قدموا لنا اللجان الثورية اللي هي أشبه بعملية بلطجة. فهذا السبب في أنه المساعدات لا تصل إلى أماكنها، لأنه لا توجد مؤسسات تستطيع الأمم المتحدة تتعامل معها، لأنه في النهاية وجود مؤسسة رسمية يعني شيء من المساءلة على الأقل. نعم. يعني تقدر الأمم المتحدة في النهاية تقول أنا وصلت الشيء الفلاني لوزارة الصحة، لماذا لم تتم الاستفادة منها؟ لكن أنت لما تيجي تشوفي تتعطلت مؤسسات الدولة بالكامل، فبالتالي تيجي تستلمها لجان الثورية أو غيرها وتوزعها كيف ما شاءت. بين المشكلة أيضا، أيضا موظف في اليونيسف كان قال لي برضو أنه أيضا الفصائل الأخرى في تعز قامت بنفس المشكلة. هذا برضو لها علاقة بأنه لا يوجد إطار سياسي منظم لفصائل المقاومة في تعز. نعم. فبسهولة ممكن أي فصيل، ممكن واحد قيادي داخل هذا الفصيل يعبث بهذه المساعدات ويقوم بتوزيعها مثلا لتمويل فصيلة أو شيء من هذا القبيل. فالمسألة لها علاقة بعدم وجود أي شكل من أشكال مؤسسات الدولة. نعم. فهنا ما هو الطرف المحايد؟ كان عادة بيلزقوا للصليب الأحمر في الغالب، هذا مثلا في صعدة كان بيحصل أيام حروب صعدة، لكن الآن يعني يبدو أن الوضع صار أكثر تعقيد. لكن الأهم من هذا كله، لا يوجد 21 مليون أو 25 مليون يعيشوا على المساعدات. المسألة تحتاج معالجة جذرية للقضية. نعم. هذه سيدة ميساء، بالحديث عن تراشق الاتهامات، عندما يتم إلقاء اللوم على الحوثيون يلقون اللوم على الحصار، بينما العالم ودول التحالف تناشدهم بفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات، كيف لنا أن نفهم ذلك؟ من يتحمل المسؤولية؟ ما هو وضع الحصار بالضبط في عرقلة وصول المساعدات؟ الحصار ممكن بيعطل بيأخر الأمور، يعني هو أكثر ممكن الحصار الجوي إنه هو قفل المطار، هذا بحد ذاته بيصعب الأمور كثير في المحافظات الشمالية. طبعا هو بيعطل أكثر الوصول أكثر من إنه بيمنع. طبعا تعطيل الوصول هذا ممكن يضر بعض الأشياء، ممكن يمنعك من إنك تستوردي بعض الأمور، لكن في الأخير أمر ممكن التعامل معه لو في جدية بالتعامل معه من غير ابتزاز المجتمع، من غير الابتزاز العاطفي. نعم. اللي بيمارسه الحوثي. هي المسألة الأسوأ هي الابتزاز العاطفي، بس لكنه بيسبب مشاكل هذا بكل تأكيد. نعم. وما قلت لك هو كمان بيأثر على حركة الاقتصاد اليمني من خلال تأثير على حركة الاستيراد والتصدير وتعطيل لهذه الحركة، وهي حركة على فكرة كانت بتشغل شبكة كبيرة من الناس. سيدة ميساء، يعني هناك عرقلة في التوصل لحل سياسي، كيف يؤثر ذلك على الوضع الإنساني في اليمن؟ هذا طبعا كارثة كبيرة نحن مقبلين عليها، يعني لا أدري إذا كان اليمنيين قادرين على تحمل هذا السنة ثالثة. يعني تتكلمي الآن النصف الأخير من السنة 2016 كان نصف كثير صعب على المستوى الإنساني. كيف ممكن اليمنيين يتحملوا سنة كاملة أخرى بنفس الوضع، خصوصا مع استمرار انقطاع الرواتب؟ يعني الناس مترقبين انه على الاقل يحصل شيء من الانفراج مسألة الرواتب، ولو حتى من باب التقسيم. يعني الان الحوثيين بعد تشكيلهم الحكومة صاروا هم المسؤولين عن صرف الرواتب في المحافظات الشمالية، والحكومة صارت الان مسؤولة عن صرف الرواتب في المحافظات الجنوبية بعد نقلها للبنك المركزي. لكن على الأقل على هذا المستوى، لكن أتخيل أن الوضع الإنساني كارثي بشكل كبير، وأنه غير في الطرفين بيتصرفوا بشكل غير مسؤول تجاه المجتمع. نعم. إذن سيدة ميساء شجاع الدين الباحثة والكاتبة السياسية كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي
المتحدث باسم اليونيسف الأستاذ محمد الأسعدي، ومتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي سيدة ريم الندى، ومن عدن كان معي معالي وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة سيد عبد الرقيب فتح، وكانت معي من القاهرة الباحثة والكاتبة السياسية ميساء شجاع الدين. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من الإعداد من زميلي كمال حيدرة. نلقاكم على خير.